استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء مساء هذا اليوم في قصر الصخير، حيث رفع الجميع إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويرعاه ويوفقه ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته بوافر الصحة والسعادة وطول العمر وعلى المملكة وشعبها الوفي الكريم بمزيد من التقدم والرخاء. وقد بادل حضرة صاحب الجلالة الحضور التهاني بقدوم هذا الشهر الفضيل معربا عن شكره وتقديره على تهانيهم الطيبة ومشاعرهم النبيلة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين بوافر الخير واليمن والبركات. وأعرب جلالته عن الاعتزاز والتقدير للدور الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها التنموية وتطوير عمل الحكومة ورفدها بالكفاءات الوطنية لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة الميادين، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الدؤوبة للوزراء كلا في موقعه في خدمة الوطن والمواطنين لكل ما فيه تطور البحرين ونمائه وازدهارها. وأكد جلالته أن المملكة تولي اهتماما خاصا بقضايا المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم إيمانا منها بأن المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن ويظل الركيزة الأساسية لنهضته وتقدمه ورفعته، مؤكدا حفظه الله إننا ماضون بعون الله في مسيرتنا المباركة بخطى واثقة لتعزيز مكتسبات مملكتنا العزيزة وترسيخ مكانتها وإنجازاتها الريادية.